طيب هو انت عارف ان انا عماله ابص وبفكر جديا ان انا اجرب؟ طب يلا، انا عندي غده. يلا جرب. والسكر بتاعي مش مظبوط. جرب. امان جدا. ولو حصل لي حاجه انا المسؤول. الناس كلها هتيجي تحاسبك. ولو نفسي ما تسددش، لان انا من الناس اللي صعب جدا نفسي تشد وصعب احرق. لازم تشربي ميه. ولو نفسي ما تسددش هتتسد. هطلع الحلقه الجايه وهقول ان انا نفسي ما تسددش. فينا من زعل؟ وانا طالع معاكي الحلقه دي. خلاص اتفقنا، ربنا يستر. وانا قبلت التحدي. ربنا يستر. بتحداك يا دكتور بجد، يعني لو نفسي ما تسددش هطلع وهقول نفسي ما تسددش، ويعني انا هجربه ان شاء الله اكتر. خدي بالك ان هو مبدئيا بس طعمه كويس. مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من حكايه نجاح. الحلقه اللي فاتت مش عارفه يعني عملت كده ليه في نفسي واتسحبت من لساني وقلت ان انا هتحدى دكتور امير وبيلا وان، وجربت المنتج على الهوا، والحقيقه ان انا ما جربتوش على الهوا بس، لا انا خدته في البيت وقعدت جربته اكتر من يوم. وبمنتهى الامانه قلت ان هو هيعمل حاجه من الاثنين، يا اما هيسد الشهيه فعلا بس هيعمل لي التاثير السيء بتاع ضربات القلب السريعه، او ان انا اكون تعبانه، او ابقى مش قادره اتكلم، او ايا كان التاثير الوحش ده اللي انا مش بستحمله ومش بقدر عليه، او ان هو مش هيسد الشهيه لانه ما عمليش اي تاثير من التاثيرات دي. وفعلا انا طلعت من الحلقه ورحت اكل كالعاده، انا طول اليوم ببقى مش واكله، فرحت المطعم والاكل اتحط قدامي ولقيت نفسي فعلا شهيتي مسدوده، وفعلا مش قادره اكل الكميه الطبيعيه اللي انا باكلها. شهاده حق، انا نفسي اتسدد بس ما تسددش بشكل تام. اول يوم كلت بس كلت اقل، تاني يوم الكميه قلت اكتر، تالت يوم اقل، وهكذا. ما حصليش اي تاثير سلبي، ما حصليش اي تعب، ما حصليش اي حاجه خالص. بيلا وان هو اللي كسب ودكتور امير هو اللي كسب، وانا اللي شكلي وحش قوي في الموضوع ده. بجد المنتج حلو قوي قوي وطعمه رائع، وما عمليش اي مشاكل وما تعبنيش ولا اي حاجه خالص خالص خالص. دي شهاده نعتز بيها. بص، هو انا كنت عايزه اعملها لك مفاجاه. بعدين كل ما يكلمني اقول له ايه خالص انا عماله اكل عادي جدا، انا مش عارفه بصراحه انتوا بتعملوا منتجات اي كلام ولا ايه، بس بامانه المنتج حلو قوي قوي. طيب الحمد لله ان احنا كسبنا التحدي. الحمد لله. النهارده هنكسب تحدي تاني. انا شكلي وحش. النهارده هنكسب تحدي تاني معاكي. اسمحوا لي بس الاول ارحب بدكتور امير نبيل حلمي، رئيس مجلس اداره شركه كيو اتش بي للادويه والمستحضرات الطبيه ومستحضرات التجميل. منورني كالعاده. اهلا بيكي، منور بيكي. تسلم. النهارده احنا معانا منتج تاني خالص، سحر تاني، سحر تاني خالص. بس قبل ما نبدا احنا بنقول ده منتج مش للصلع الوراثي، عايزين ننبه عن الحكايه دي، لان في ناس كتير ممكن تاخده وتقول اصل هو ما طلعليش شعري. حضرتك انت عندك صلع وراثي فاكيد مش هيعمل اي حاجه. هو اللي عنده صلع وراثي ما يسمعناش، او يعني يسمعنا بس المنتج ده مش ليه. حلو قوي، تمام. المنتج ده النهارده المنتج بتاعنا اسمه دكريان. دكريان، قالوا اسم حلو قوي كالعاده. تمام. طبعا احنا الاسامي دي بتاخد مننا وقت برضه عشان نختار اسم يشد كده. وليدي قوي كمان، وليدي شويه، فرنساوي شويه. فخلينا نتكلم عن المنتج اكتر. احنا دي مجموعه واحده ولا دي اكتر من مجموعه؟ بصي دول مجموعتين، مجموعه للتساقط لوحده ومجموعه للقشره. ده حاجه وده حاجه. طيب حلو جدا. نبتدي الاول بايه؟ بالقشره. وهو كذلك. لان هي اصلا سبب التساقط. لا مش دايما. فعلا؟ مش دايما القشره بتبقى سبب للتساقط. طيب حلو قوي. طيب فين بقى مجموعه القشره؟ الانتي دندرف اللي ناحيتك. اوكي. دي عباره عن ايه؟ حطهم كده قدامنا عشان نشوفها. سوري، دي الهير فول اللي عندك. اوكي. دي الدندرف. تمام. دي عباره عن ايه؟ هما الاثنين تقريبا نفس الحاجه يعني. الشامبو، لا ده شامبو وده سبراي. ده الشامبو. وده سبراي. اوكي تمام. هو طبعا ده مسجل في وزاره الصحه بالظبط كالعاده زي بيلا وان، ورقم التسجيل مكتوب على العلبه زي بيلا وان، موجود في الصيدليات. وهتلاقوه في الصيدليات طالما مرخص من وزاره الصحه، فبكل سهوله يدخل الصيدليات. اوكي. ويمشي بشكل رسمي وطبيعي. طيب الشامبو اوكي ده عباره عن ايه؟ الشامبو ده اولا علاجي مش لمجرد للغسيل وخلاص. مش للغسيل وبس. اوكي تمام. علاجي احنا بنقول عليه كمان ان هو سلفيت فري، ما فيهوش اي املاح، ما فيهوش صوديوم سلفيت. اوكي، الماده اللي بترغي قوي اللي مضره للشعر بالبلدي كده عشان الناس تعرف. الماده اللي بترغي قوي دي مش موجوده. تمام، انا هجربه، انت عارف كده صح؟ اوكي، اكيد مش هتجربيه على شعرك. اهو تمام، وريحته حلوه، وريحته حلوه، حاجه كويسه جدا اهو، حلو جدا. فرنساوي بقى؟ اه فرنساوي. طيب ده بقى بيتكون من ايه او بستخدمه لايه بالظبط؟ بصي، الميزه اللي اقدر اتكلم عليها في الشامبو قبل ما اتكلم عن مكوناته ان هو سلفيت فري، يعني ما فيهوش صوديوم سلفيت. الصوديوم سلفيت ده ملح مضر. الملح ده بينزل يكوي الشعرايه نفسها، بيكوي جدر الشعرايه وياكلها. ده خطر جدا. فده حاجه من ضمن الحاجات اللي بتسبب تلف. حلو جدا، تمام. مش بس تلف الشعرايه، تلف البصيله كمان وجدر الشعرايه من جوه. يا سلام. واحيانا في بعض شامبوهات ما بتظبطش البي اتش بتاع السلفيت ده زياده كويس شويتين. اه ما بتعرفش تظبطه قوي، فبيعمل التهابات وتهيج في فروه الراس. يا بالزبط. احنا كل ده مش واخدين بالنا منه على فكره، احنا بنستخدم وخلاص. لا احنا يعني على حسب الاعلان، الاعلان ده حلو وجايبين نجمه حلوه فنروح نشتريه بقى. بنشتري ده منتج مستورد فبنشتري المستورد. ده حقيقي وغالي. بصي، خلينا برضو نتفق على حاجه، ان كل منتجاتنا المكونات بتاعتها كلها مستورده. مصر ما فيهاش انتاج ماده خام اصلا، احنا بنستورد المواد الخام كلها من بره. بس جدا. الصنعه هنا ان احنا بنحط المكونات زي ما قال الكتاب، بنحط ايه بقى على ايه على ايه فيدينا المنتج النهائي. دي بتاعتك انت بقى يا دكتور. تعالي بقى احكي لك الحكايه والسحر اللي موجود في المجموعه بتاعت دكريان. يلا بينا كالعاده، اتفاجئنا كل حلقه. تمام. اوكي، دكريان اوكي مكون من مجموعه زيوت وخلاصات عطريه طبيعيه 100%، ما فيهاش اي كيماويات خالص خالص. طيب تمام. بيعمل ايه؟ بيقوي الجذور. انا هقول لك الاول هو بيعمل ايه وبعدين هقول لك بيعمل ايه. هو ليه شغال على الجذور اصلا، مش شغال على الشعر التالف بس. انا بعالج، احنا خلينا متفقين ان هو علاجي. تمام، حلو قوي، مش تجميلي وبس. حلو جدا. تجميلي وهحافظ لك على الشعرايه وهطول لك الشعرايه وهديها نعومه ولمعان وبريق، بس في نفس الوقت انا هعالج جدر الشعرايه من تحت وهديها الغذاء المطلوب. طب ده حلو جدا جدا جدا. تمام اوكي. طيب احنا قلنا في حاجات عطريه ودي حاجات علاجيه. بالظبط، علاجيه أوكي. للتساقط الغير وراثي اللي هو بقى من الصبغه، من السشوار اللي طول الوقت، من المنتجات الغلط اللي بستخدمها، فترات الحمل والرضاعه، الحجاب طول اليوم او الطرحه او كتمه الشعر طول اليوم، كل الحاجات دي بتسبب تساقط الشعر طبعا. الوجبات السريعه اللي بناكلها في الشارع اللي ما فيهاش فيتامينات وما فيهاش اي عوامل او اي عناصر غذائيه مفيده. اللايف ستايل المتلخبط، الناس اللي بتصحى الظهر وتنام بالليل، الناس اللي بتشرب سجاير وانواع التدخين كلها، وبتتغدى الظهر وتتعشى الفجر، الكلام ده كله. كل ده. طيب ده ايه مكوناته وبيعمل لي ايه؟ ده هيمنع لي التساقط وهيساعد على طول الشعر. هنمنع التساقط. اوكي. واحد، هنمنع التساقط. اتنين، هنحفز وصول الدم لفروه الراس وللبصيله عشان نغذيها صح. تمام. تلاته، هنطول الشعر. حلو قوي قوي. أربعة، هنخلص الشعر من التقصف. رائع. قلت لي حاجة مهمة، الشيب، وهنتجنب ظهور الشيب المبكر على الشعرية. مهم جدا ده يعني على فكرة. بدل ما مثلا حد يكون عنده الشعر الأبيض هيظهر في سن ال 30 أو ال 40 هنأجله شوية. حلو جدا. احنا مش هنمنعه خالص. وقاية. وما نقدرش برضو نقول إن احنا هنمنع التساقط خالص. طبيعة الإنسان إنه في نسبة تساقط للشعر طبيعية، الشعر بيتجدد. تمام. طيب هستخدمه إزاي؟ طب ما خلينا نقول الأول مكوناته إيه؟ طيب نقول مكوناته، بعد كده هنقول إيه؟ هنستخدمه إزاي؟ تمام ماشي؟ أوكي. طيب بص يا ستي، إحنا عشان نقوي جذور الشعر ونمنع التساقط، إحنا المرة اللي فاتت في البيلا كنا بنستخدم إيه؟ ثنائيات. عشان ندرك. لا المرة دي بقى مش هنستخدم ثنائيات، المرة دي هنستخدم مجموعات. حلو أوي، تمام. هنقوي جذور الشعر ونمنع التساقط بزيت الليمون، زيت شجرة الشاي، زيت الجوجوبا، زيت النعناع، زيت السمسم، زيت الريحان، زيت الزيتون. شكرا. يقوي جذور الشعر طبعا ويمنع التساقط طبعا. ماشي حلو. طيب عايزين نعمل حاجة تانية، هنحفز وصول الدم للشعر للبصيلة نفسها. تمام. زيت شجرة الشاي، زيت السمسم، زيت النعناع، زيت الريحان. دول بيعملوا كده، دول بيحفزوا وينشطوا الدورة الدموية في فروة الراس ويوصلوها تحديدا للبصيلة. رائع جدا، تمام. طيب عايزين حاجة تعمل برضو التخلص من التقصف. ده مهم جدا. زيت الليمون، زيت الجوجوبا. الجوجوبا طبعا، الجوجوبا محدش يقدر يتكلم عليه طبعا، خلاص ماشي. ده انا لسه هحكي لك عن الجوجوبا ده دلوقتي، قصص ومواعظ، وهقول لك على ماده الفنكوش. هقول لك على الفنكوش اللي جوه الجوجوبا، اللي احنا واخدينه من الجوجوبا وحاطينه في المنتج. تمام، انا معاك، فاجئني اكتر. خلينا اتحمس ان انا نجربه دلوقتي بقى. زيت مجموعه ثانيه بتطول الشعر، كل ده موجود في منتج واحد، يعني كل ده موجود كل ده موجود في المجموعه الواحده. في السيرم احنا، هو ده سيرم وزيت، ومش زيت، الاثنين مع بعض، ومش زيت. حطيه على ايدك كده وجربي وشوفي هل هيزيت ولا مش هيزيت. اهو برضو، لا هو طبعا بيجري بسرعه اسرع من الزيت، هو مش زيت. اهو تمام. اوكي كمل بقى وانا بدهن كده. اوكي زياده طول الشعر. اوكي ايه اللي عندنا ممكن يزود طول الشعر؟ زيت الليمون، زيت النعناع، زيت الريحان، زيت الزيتون. ريحته حلوه قوي قوي قوي. الريحه دي اخر حاجه ممكن نفكر فيها اصلا. لا بتفرق معايا، انا من الناس اللي بيفرق معايا الريحه على فكره، وفي ناس كتير بيفرق معايا الريحه، خصوصا الحجاب برضو، ان انا عايزه طول الوقت ريحه شعري حلوه بقى ولفه الطرحه والكمكمه. طب ده بالنسبه للمحجبات، طب والناس اللي بتعمل بيبيليس؟ انا ماساه، ماساه جدا على فكره. البيبيليس ده كارثه بكل المقاييس بتوع الشعر. طبعا ده ينفع استخدمه معاه مع البيبيليس بعده عادي، يعني احطه واعمل بيبيليس عادي جدا جدا، مش هيضر الشعر خالص بالعكس. ده انا هقوي لك الشعرايه عشان لما تيجي تحط عليها المكوه دي ما تهريش الشعرايه. طب ده حلو جدا. ده ينفع مع اللي عاملين بروتين؟ ينفع مع اللي عاملين بروتين. طيب الاطفال استخدمه مثلا من سن كام؟ الاطفال احنا ممكن نستخدم معاهم الشامبو عادي خالص لانه سلفيت فري، ممكن نستخدمه كبديل لشامبوهات الاطفال. يعني ده انا ممكن استخدمه عادي جدا كبديل لشامبو الاطفال لانه ما فيهوش سلفيت. اوكي السيرم برضو انا ممكن احطه، اصل البنات اول ما بتبدا كده سنه ولا حاجه، فالشعر البنات صغيرين يعني لسه ما عندهمش ظاهره تساقط الشعر. احنا الهيشان اكتر بس ما فيش مشكله برضو، يعني ما فيش اي حاجه تمنع ان انا استخدمه مع الاطفال. ده راح مش مدهن خالص خالص. طيب. كاني مش حاطه حاجه. اقول لك على سر تاني بقى، انا بس سبتك لما تحطيه على جلدك كده وتشوفي هيتشرب ولا هيفضل مزيت. احنا مستخدمين فيه خاصيه اسمها نانو بارتكال تكنولوجي. بمعنى ان هي اكتر امتصاص للجزيئات 1/9، يعني اكتر 9 مرات من الاسبريهات العاديه. عشان كده انت تلاقيني عمال اقول لك زيت 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 زيت، وهو مش زيت خالص. بس انت لما حطيتيه على جلدك مش زيت خالص ولا سيرم. للناس اللي بتكره الزيت وما بتحبش تحط زيت على شعرها. حلو جدا، تمام. طيب استخدمه قد ايه وازاي؟ من 2 ل 3 في الاسبوع. ازاي يعني استخدم السيرم؟ انت ممكن تستخدميه كسبراي عادي قبل ما تخرجي. عادي يعني للهيشان مثلا او كده، زي احنا بنبقى متضايقين من الهيشان بتاع الشعر. بالظبط. اوكي تمام. طبعا وممكن تستخدميه ان انت تعملي بيه حمام زيت. حلو جدا، تمام. واغسل شعري بعديه بالشامبو، وتغسلي شعرك بعده بالشامبو. طيب لو هو ده بيتحط على الاطراف ولا بيتحط على الفروه نفسها؟ الاهم عندي ان انا بعالج الجذور، فمهم ان انا ادلج بيه فروه الراس. ده اهم حاجه، انا بعالج من الجذور. حلو قوي، احنا متفقين ان هو علاجي. اوكي تمام، حلو قوي. طيب ده انا كده هستخدمه 2 في الاسبوع، من 2 ل 3 على حسب الحاله، لان مفيش مشكله. صح، ممكن تستخدميه كل يوم. طب ده لان هو ريحته حلوه، فانا لو حطيته ونزلت او لبست الطرحه فانا مش متضرره في حاجه يعني. طيب بستخدم معاه بعديه على طول، او الشامبو مثلا لو انا نازله. بالظبط. اوكي، او لو حمام زيت. بالظبط. طيب انا في خلال قد ايه هبدا الاقي كده افكت ونتيجه والدنيا بقت كويسه؟ لا تعالي نتفق على قاعده عامه، الشعر بالذات مفيش نتائج بتبدا تظهر غير في 3 شهور 90 يوم. ده معروف، معروفه مع كل للأسف. المنتجات، مش انا بس، ده للاسف مش منتجاتنا، لكن لانه منتج طبيعي وما فيهوش سلفيت. اوكي. فنتيجه التساقط اللي بيحصل نتيجه ان انا عماله اغسل بالشامبوهات اللي مليانه املاح، فهلاقي التساقط اللي بيقع نتيجه الغسل بشامبو مليان ملح قل. طب ده حلو جدا، يعني بدل ما بيقع 200 300 شعرايه في اليوم هلاقيهم مثلا 150 شعرايه. طب ده حلو، ده نتيجه كويسه جدا. نتيجه كويسه طبعا. لكن النتيجه المبهره اللي هترضيكي مش قبل 3 شهور. مش قبل 3 شهور بالظبط. وبرده خلينا متفقين ان الشعر الطبيعي لازم ليه دوره حياه، فهو لازم بيكون في تساقط للشعر الطبيعي اللي هي ال3 شهور. اوكي طيب انا محتاجه بقى في ال3 شهور دول اخد كام مجموعه؟ يعني 2 ولا 3 ولا؟ ده على حسب استخدامك، لو انت هتستخدمي 2 أو 3 في الاسبوع اوكي، غير لو هتستخدمي 6 مرات في الاسبوع. ولو شعرك طويل او شعرك قصير؟ ولو شعرك طويل او شعرك قصير. بس دي مثلا بتكفي كده في متوسط فتره قد ايه يعني؟ بصي السبراي دي 100 مللي، احنا بنستخدم 6 بخات بس. 6 بخات دول مثلا بتوزعيهم على فروه الراس كلها. حلو قوي قوي قوي. ولو انت محتاجه اكتر من 6 بشويه ده هيقلل طبعا المده الزمنيه معاكي في البيت. تمام. ما احطش على الاطراف؟ احط الاطراف؟ مفيش مانع انك تحطي على الاطراف، بس الاساس عندي هو الجذور نفسها. تمام. طبعا هو في صور كمان دلوقتي بتعرض. بص المنتج حلو يعني كريحه وكملمس حلو، انا ما جربتش طبعا. وعلى فكره هو بره عمال يقول لي ايه طب ممكن بس تحطي حته وانت داخله، يعني حطي بس حته هنا، مش عارفه هلاقي ايه، بس هم عمالين يقولوا لي بس جربي، يعني انا مش عارفه ايه اللي هيحصل. لا انا عايزك تجربي الاسبوع ده، والحلقه الجايه على الهوا هتقولي لنا انت حسيتي بفرق عامل ازاي. برضو على الاقل جربي الشامبو في الغسيل وقولي لي يعني انطباعك عنه ايه؟ هو انا اللي عاجبني كمان ان انت حاطط نفس المواد اللي هنا، نفس المواد اللي في الشامبو، فانا لو استخدمت حاجه واحده انا خدت النتيجه. ما انا متفق معاكي من الاول ان انا عامل منتج علاجي مش تجميلي وبس، هو تجميلي بس بالدرجه الاولى هو علاجي. طيب دي مجموعه القشره. اوكي تمام. دي هتضيع لي القشره، او انت قلت لي معلومه انا اول مره على فكره اسمعها في حياتي، ان القشره بتبقى حجمها كبير ومع الاستخدام بتقل. في قشره بتبقى عامله بالظبط، اشبهها لك ازاي؟ عارفه لما بنروح المصيف و الجلد بيتقشر، تلاقي الولاد الصغيرين قاعدين يقشروا الجلد بتاعهم كده. أيوة. فتلاقي قشره طالعه كبيره وقشره طالعه صغيره. فهنا الشامبو بيلعب الدور ده. لو القشره بحجم كبير بيلعب الدور ده في ان هو بيبدا يقلص حجم القشره دي وبيبدا يمنعها في خلال 15 يوم بالظبط. طب ده حلو جدا، يعني انا لو استخدمته 2 في الاسبوع في خلال 15 يوم، يعني من 2 ل3 في الاسبوع، 6 مرات هلاقي نتيجه طبعا. حجمها هيقل، مش هنقول هتختفي، لو هي لسه في البدايه هتختفي، وهتختفي في خلال 15 يوم. طيب حلو قوي. المنتجات دي موجوده في الصيدليات؟ موجوده في الصيدليات. لو انا ما لقيتهاش بتصل على الارقام اللي موجوده على الشاشه وبقول لكم موجوده فين، وانتوا بتوصلوني باقرب صيدليه. ولو لقيتي الارقام مشغوله او مش عارفين نرد عليكي، لان من الحلقه بتاعه البيلا بصراحه ارقام الفريق الطب اللي معايا كلها مشغوله، دايما مشغوله. ده حقيقي. في ناس كتير بعتت لنا فعلا على الصفحه، قالوا يا جماعه احنا عمالين نتصل بس بيبقى معانا ويتنج. اوكي. فلو حد ما عرفش يوصل لنا يسيب لنا مسج على الصفحه بتاعه الدكريان او بتاعه البيلا، ده او ده، الاثنين موجودين برضو على الشاشه. طيب كان في بس حاجه احنا عاملينها، او انا عايزه بس الاول اشيد بالتقفيل. العلبه شكلها حلو، انا برضو من الناس اللي بحب الشكل، يعني احب دي تبقى محطوطه كده على السراحه بتاعتي، فابقى رايحه جايه ابص لها مبسوطه بيها. فالتقفيل حلو جدا 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 وكانه مستورد. انت الاول وهله شفتيها قلتي لي ايه؟ ده مستورد. ده مستورد. قلت لك ده لا ده بتاعك، وبعدين يعني تخيلت هو جايب لي هديه مثلا. انا الحلقه اللي فاتت قلت لك احنا عندنا المصانع هنا عندها الكفاءه والجوده انها تقفل منتجات وتعبي منتجات احلى واعلى من المستورد، بس المشكله في المستثمر. ده حقيقي صح، عايز استرخص. انا هنا ما بسترخصش خالص في منتجاتنا. طيب. منتجاتنا كلها فيها ماده فعاله حلوه جدا، فانا بصراحه مش راضي استرخص في التقفيل. ده حقيقي. طيب احنا في اصلا مسابقه معموله، ودي ما اتكلمناش عنها الحلقه اللي فاتت. خلينا قبل المسابقه اقول لك حاجه. قول لي. المنافس بتاعنا المستورد سعره 4 اضعاف سعرنا. مش هنقول كام، انت قلت لي الرقم بره، قلت لك ايه دي انا اشتريها وكذا ليه يعني؟ عشان بس اسمه مستورد، عشان اسمه مستورد. احنا بقى عندنا عوضه الخواجه في كل حاجه، مش مكتوب عليه صنع في مصر، فيبقى حلو وجميل. ده ايه ده؟ مستورد. ادفع فيه 1000 جنيه ما يهمنيش. صح انما فعلا. ده ايه؟ ده مصري؟ لا ما ادفعش فيه 2 جنيه. وهو كان بيقول لي ان في ناس قرايبه كانوا بيجربوا فعلا المستورد، ولما جربوا ده فلاقوا نفس النتيجه وفرق السعر كبير جدا طبعا. لا استني، انا عايز كمان قبل انا قلت لك في ماده فعاله كده مفاجاه هحكي لك عليها. قول لي. الدوكوسانول. دي بتعمل ايه بقى؟ في ماده اسمها دوكوسانول، دي بنستخلصها من الجوجوبا. اوكي تمام. كويس. يعني بنستخلصها من الجوجوبا. كلنا عارفين الجوجوبا. اصلا مش محتاج نستخدم. الجوجوبا بقى جواها ماده فعاله ثانيه اسمها دوكوسانول. الدوكوسانول دي اصلا ماده مكافحه للفيروسات ومكافحه للبكتيريا ومكافحه للطفيليات والفطريات. فما فيش اصلا، ودي حاجه من ضمن الحاجات اللي بتاثر على الشعر وعامل من ضمن عوامل تساقط الشعر. ده رائع جدا. فدي بتخش تنظف ده كله، وبتنظف كمان التراكمات اللي على فروه الراس. حلو قوي. غير زيت شجره الشاي ده معروف، ده زيت شجره الشاي ده قصه وحكايه تانية خالص، خليني اشرحهولك في اقل من دقيقه. عندنا حاجه اسمها بيتا بلوكر. بيتا بلوكر دي زي قفل او محبس بيجي على البلاد فيسلز، البلاد فيسلز اللي هي الاورده والشرايين اللي بتوصل الدم لفروه الراس والبصيلات. البيتا بلوكر دي عامله زي المحبس كده، بيجي على البلاد فيسل ويقفل. زيت شجره الشاي ده من الحاجات اللي بتعمل انهبيتور، بتمنع المحبس ده ان هو يقفل. تمام. في حاجات كيميكال زي مثلا مينوكسيديل، دي اقوى حاجه في الدنيا، اقوى من زيت شجره الشاي واقوى من الكافيين، بس للاسف دي كيميكال. الكيميكال مجرد ما نوقفها، في ناس كتير بتشتكي ان انا جبت منتج استخدمته حقيقي، شعري طلع وبقى كثيف جدا، بس مجرد ما وقفت المنتج استساقط اكتر، وقع اكتر من الاول. ده حقيقي. فهو المينوكسيديل بيفتح يفتح يفتح، بس اول ما وقفه روح البيتا بلوكر داخله قفله تاني، فالشعر يقع اكتر من الاول، لانه خلاص مش لاقي الغذاء اللي داخله. بالظبط. طيب انا عندي حاجتين تانيين طبيعيين بيعوضوا الكيميكال ده، بس بشكل لطيف طبيعي جرادولي كده، حاجه بتمشي بالتدريجي، فما بتاثرش على الشعر، ما تخلوش يقع تاني اكتر من الاول. تمام. اوكي. الكافيين او التي تري اويل، الكافيين اللي هو القهوه او زيت شجره الشاي. حلو قوي. زيت شجره الشاي بيقوم بالوظيفه دي بس بشكل طبيعي. تمام. وشكل طبيعي، فلما لو نسيت او وقفت مش هيرجع يقع زي الاول. حلو جدا. تمام. طيب احنا كده تقريبا عرفنا معظم المعلومات. احنا لازم يبقى في حلقات تانية على المنتج ده على فكره، احنا هنتكلم تاني وتالت ورابع، لانه بجد حلو جدا. بس في مسابقه برضه انا مصممه نقولها، عشان انا بحب المسابقات والهدايا والجوائز، انت عارف يعني. خلاص حفظتني. احنا في مسابقه عاملينها، عباره عن ايه؟ المسابقه دي على كل منتجات الشركه، شركه كيو اتش بي، بيلا وان، الدكريان، والمنتجات اللي لسه اللي جايه تاني. الكارد فير اللي هو السكين كير، ده لاين كامل للجلد، تفتيح تحت العين أكبر، وتفتيح وتوحيد لون البشره، الوش مع الرقبه، والسنسيتيف اريا، الاماكن الحساسه، وميك اب ريموفر كمان. طب ده رائع جدا. اي حاجه هشتري منكم، اي حاجه هدخل المسابقه، اي منتج تابع لشركه كيو اتش بي اقل من 500 جنيه واعلى من 500 جنيه. اللي اقل من 500 جنيه ده هيخش معانا على كاتيجوري معين من الهدايا. اللي اكتر من 500 جنيه الفاتوره بتاعته هيخش معانا على الهدايا كلها. ايه الهدايا كلها؟ قول لي بقى، عدهم كده وفرحهم. المركز الاول هيفوز بيه 3 موبايل، شاشه تلفزيون 40 بوصه، سلسله ذهب، ومش سلسله اي كلام. حلو ولو اي كلام، حلو جدا طبعا. دول الثلاثه اللي هيفوزوا بالمركز الاول. ده رائع. اوكي. المركز الثاني. المركز الثاني، المركز الثاني هيفوزوا بجلسات تجميل مفتوحه الاختيار بالنسبه لهم، يختاروا بيها اللي هم عايزينها. عايزين يعملوا تنظيف بشره، عايزين يعملوا بلازما، عايزين يعملوا حاجه اي حاجه تجميليه. اي جلسات تجميل هتتعمل في عيادات دكاتره مشهورين ومتخصصين في التجميل، احنا متعاقدين معاهم. حلو جدا. تمام. المركز الثاني ده هيفوز بيه برضو 3. المركز الثالث هيفوز بيه 5. حلو. ده جايزته ايه برضو؟ انا داخله المسابقه دي، انت عارف كده، اعتبرني اشتريت ب 1000 جنيه. ال5 دول اجهزه، الاجهزه اليوميه اللي حضرتك بتحتاجيها في البيت. اوكي. كليدي، كأنثى، مش اجهزه منزليه وبس. اوكي. بيبيليس، سشوار، تمام، حاجات تانية للماسكات بتاعه الوش. ممكن يبقى في مثلا خلاط بتاع مطبخ لست البيت، ممكن يبقى في هاند بلندر. حلو جدا. تمام. طيب قبل ما هقفل انا ليا عرض، هديه. كريستينا انت بتزنقيني كل مره كالعاده وبسرعه جدا. هتقولي كل عرض بسرعه. طيب بص، هو العرض اللي موجود في الصيدليات انه انت عارف، انا ما قلتلكيش الاول على الاسعار. السبراي لوحده ده 100 مللي ب 240 جنيه لوحده. ده تقريبا ربع ثمن المستورد. اوكي تمام. الشامبو 500 مللي ب 100 جنيه. تمام. العرض اللي موجود في الصيدليه اللي اي حد هيروح انه هياخد الشامبو مجانا، يعني الاثنين ب 240، الاثنين ب 240 بدل 340. حلو جدا، من الصيدليه. تمام اوكي. طيب اللي هيشتري بقى اونلاين من عندنا من خلال التليفون او من على الصفحه، اوكي، يا هياخد العرض الواحد وهياخد عليه خصم 20%، بس يقول ان هو من حكايه نجاح، حكايه نجاح جمال السر، ولو اشترت عرضين هتاخد الثالث هديه. حلو قوي. ما تنسوش كلمه السر، حكايه نجاح او كريستينا جمال. نورتني يا دكتور. ان شاء الله الحلقه الجايه هتكون اقوى واقوى ومنتجات اقوى. ونرجع لكم بعد فاصل سريع مع ضيفه مهمه جدا. ورجعنا لكم تاني مع ضيفة غالية عليا، صديقة شخصية ليا من قبل ما تكون مرشحة أو من قبل ما تكون ناوية تاخد الخطوة الإيجابية دي في حياتها، دكتورة وفاء. دكتورة وفاء أنا أعرفها من زمان أو أعرفها من فترة، عارفة إن هي حد متفوق جدا في شغله اللي هو المحاماة، وهي ماشية فيه بشكل محترم جدا، والحمد لله هي بتتحط في أي مكان بتثبت فيه نجاح. والحقيقة إن أنا اتفاجئت إن هي رشحت نفسها لمجلس النواب، وبعدين قلت عادي يعني ما فيهاش مشكله، ممكن تكون عايزه تجرب. الحقيقه ان انا كنت متابعاها على الصفحه على الفيسبوك، ولاقيه ان هي بتشتغل على قدم وساق، الناس حباها، بتنزل بنفسها، بقى ليها هاشتاج اسمه مرشحه الغلابه. لا، في شغل مختلف. وفاء شخصيه طموحه انا عارفه، بس انا تخيلت ان هي زي اي بنت جميله ومتفوقه في شغلها، عمرها ما هتروح المجال السياسي ده وتشغل نفسها بهموم وبمشاكل هي مش بتاعتها. اتفاجئت كمان لما بتكلم معاها عن برنامجها الانتخابي، لا هي بتفكر بره الصندوق جدا، هي عايزه تعمل حاجات مختلفه جدا، وما بتقولش برنامجي الانتخابي، بتقول لي بحلم، انا حلمي اعمل وحلمي يحصل وحلمي مش عارفه ايه. الحقيقه احنا يعني من فتره طويله كنا بنحاول ان احنا نظبط لقاء اكتر من مره، وللاسف عمرنا ما الموضوع ظبط خالص، ولكن الحمد لله جه الوقت اللي هي تطلع فيه وتتكلم وتقول هي اصلا نازله الانتخابات ليه، نفسها تعمل ايه. اسمعوها، اسمعوا هي بتحلم بايه، شوفوا الشخصيه دي عامله ازاي. رحبوا معايا بضيفتي وصديقتي دكتوره وفاء شعبان، مرشحه مجلس النواب والمحاميه بالاستئناف العالي ومجلس الدوله. اهلا بيك. عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اخيرا شفتك. اخيرا بعد لقاء يعني مده طويله جدا. فعلا. ايه اللي خليكي تترشحي لمجلس النواب؟ انت جميله واموره ومتفوقه في شغلك. شكرا. ايه اللي خليكي تاخدي حاجه زي كده على عاتقك يعني؟ هقول لك على حاجه. اولا انا بمثل دايره اوسيم والوراق محافظه الجيزه. انا من الناس دي، يعني انا ما دخلتش المجال السياسي قبل كده، لكن للاسف في حاله من الخزي العام مرينا بيها الفتره اللي فاتت. الناس كانت منتظره تغيير، كانت منتظره ان شيء يحصل على ارض الواقع. للاسف مفيش حاجه اتنفذت، مفيش حاجه اتخذت بالجديه الكافيه. الناس يعني احنا دلوقتي عندنا مثلا مستشفيات، عندنا طرق، عندنا عماله، عندنا نظافه، عايزين مثلا البلد عندنا تبقى نظيفه. للاسف مفيش اي حاجه اتنفذت على ارض الواقع، كلام بالظبط. هقول لك مثل بسيط. لو في عندنا حد تعب او مرض بيضطر يعني يروح على اقرب مستشفى، اقرب مستشفى دي يعني لو قلنا مثلا مركز اوسيم مجرد طوارئ، لكن خدمه حقيقيه مش متوفره فعلا حقيقي. طبعا انا جزء من الناس دي، انا متضرره زيهم جدا. اولا يعني انا برضو نفس الموضوع، لو حد تعب عندنا زي الناس برضو هروح على اقرب مستشفى. اخواتي برضو متعلمين في المدارس العامه، فنفس الحياه. انتوا مش جايين من حته ثانيه بالظبط، لمسنا الواقع ده، لمسنا الخزي ده. الناس في حاله من الاختناق قوي جدا بسبب ان مفيش حاجه بتتنفذ. للاسف فقدوا الثقه حقيقي. دي حاجه الناس مش عايزه تنزل، مش عايزه تعمل حاجه. ده حقيقي. بس خلينا نقول نمشي على مبدا اللي هو ايه، احنا مش غلط ان احنا نخطأ، هو الغلط ان احنا نستمر في الخطأ حقيقي. احنا اخطأنا حتى كده. بالمثل الشعبي كان يقول لك ايه، لو ما مرناش بالوحش مش هنحس بالحلو. ده حقيقي صح. فلا مش عيب ان احنا نغلط، كتير بنغلط والخطأ ده وارد، ده سنه من سنن الحياه الخطأ، مفيش بني ادم مننا مكتمل. لكن الصح ايه، ان احنا نتدارك الخطأ ده. احنا اخطأنا مفيش مشكله، نحسن الاختيار فيما بعد، نشوف مين الكوادر. احنا الدايره بتاعتنا فيها عقول وفيها كوادر على مستوى عالي جدا، نستحق الدايره بتاعتنا تستحق فعلا انها تتنقل نقله ثانيه جدا. فعلا احنا عندنا عقول تستحق ان الدايره بتاعتنا تتنقل فعلا. فاحنا بنتكلم على فكره ايه، ان احنا جايين عشان التغيير ده. انت ابتديتي بنفسك بالظبط، مش هتقعدي تستني وتروحي لحد تكلميه انا هنزل انا اجرب وانا هعمل وانا هشتغل. لا انا كمان مش نازله التجربه، لا احنا مش خلاص، احنا شبعنا تجارب، احنا مش عايزين تجارب وشبعنا شعارات، كفايه كده قوي. احنا دلوقتي انا نازله عشان التغيير ده. بنقول للناس ان التغيير عمره ما هيتم بقعدتنا في البيت نهائي. احنا دلوقتي بنسعى للتغيير، بنسعى للافضل. يعني دايما ده يعني كانوا بيتكلموا على فكره ايه، ان ما فيش حد بيجي واحنا مستنيين الافضل، منتظرين الافضل. طب لما الافضل يجي يبقى من المفترض ان انا اقف وراه واسنده، ولا ان احنا نقول لا ما هو برضه زي ما غيره؟ مش صح، مش صح. الصح انت دلوقتي في ناس نزلت على الساحه، اختار، احسن الاختيار، شوف مين الكفء اللي يستحق ان يجي المكانه دي، شوف مين اللي يقدر يوصل صوتك. فمش صوت ولا التغيير هيجي بقعدتنا في البيت. تمام. طيب مش هقول لك برنامجك الانتخابي ايه، هقول لك بتحلمي بايه، جملتك نفسك ان شاء الله، ان شاء الله لما تيجي تترشحي تاني تكوني حققتي ايه انجازات؟ هو مبدئيا انا نفسي لما اترشح تاني ما انزلش اعمل لنفسي دعايه، الناس تنزل تختارني لان انا عملت. ده اللي بحلم بيه. بحلم مش دلوقتي في اني انجح، لا انا بحلم ان بعد 5 سنين الناس تنزل هي اللي تقول لي انزلي. وانا عارفه انك لو ما نجحتيش انت شغاله بالظبط ومش هتوقفي عملك ابدا. انا ما كنتش منتظره حاجه زي كده. انا الحمد لله بحيث الدكتوراه الحمد لله ناجحه في عملي جدا، ما كنتش منتظره حاجه زي كده. لكن انا من حق الناس دي عليا اذا كنت انا مؤهله لحاجه زي كده ان انا اعمل لهم حاجه، ده من حقهم عليا. بتحلمي بايه؟ بحلم بايه؟ بحلم انه اعمل اللي الناس نفسها فيه وانا نفسي فيه وانا جزء من الناس. نفسي مستشفى تشتغل، نفسي لما يحصل حاجه في الدايره عندنا الناس تلاقي اقرب فرصه انها تتعالج، حد يسمعهم. اكيد اقول عندي مشكله في الحاجه الفلانيه في كذا، في تاثير، الاقي حد سامعني ويحل لي. الطرق يعني من الحاجات اللي كانت بتتقال لنا ان الدوله بتعوق حركه التغيير. يعني مش عايزين المستشفى تشتغل، مش عايزين الطريق يترصف. طب على اي اساس؟ ايه اللي هيعوق دوله في ان مستشفى في قريه تشتغل مثلا او في مركز تشتغل مثلا؟ كلام ما لو احنا طبقناه على الواقع مفيش. ده الرئيس السيسي مشكورا في دلوقتي حملات لكل الامراض، سواء للمرأة أو للأطفال أو للأمراض المزمنة اللي في العالم كله منتشرة، احنا بنقضي عليها. الطرق دلوقتي في حركة إصلاح رائعة جدا. تمام، يبقى ايه اللي بقى اللي هيعوق الدولة في انه طريقة رسل؟ لا، كلام مش حقيقي طبعا. صح، ده اللي بتكلم فيه. فخلينا واقعيين، فالناس منتظرة ان محدش يجي يضحك عليها، محدش يقول لها ان مفيش إمكانية. لا، في إمكانية، بس أنت اسعى ان الإمكانية دي تتم. ففكرة أنا بحلم، البرنامج الانتخابي ما حبيتش احط فيه حاجات مش واقعيه، حبيت احط حاجات انها فعلا تتنفذ على ارض الواقع. يعني سواء ملف الصحه زي ما احنا اتكلمنا في موضوع ان في مستشفى تكون مهيئه مجهزه تليق فعلا بالدايره. في حاجتين مهمين جدا في البرنامج الانتخابي، انا سعيت ان لازم يبقوا موجودين في البرنامج، وانا معاكي فيهم. لو احتجتيني في اي حاجه انا معاكي فيهم، عشان انا بجد بحترمك يا وفاء، بامانه بحترمك جدا. الحاجتين دول حقيقي لو هم اللي اتنفذوا على الارض، لو انا طول الدايره فتره الدوره عملت الحاجتين دول، انا هعتبر نفسي نجحت. اول حاجه ملف المخدرات، طبعا احنا عارفين ان الموضوع ده انتشر بصوره بشعه جدا على نطاق هائل. فانا حطيت في البرنامج الانتخابي بعد دراسه طبعا، اول حاجه ان احنا لازم نوفر مصحات علاجيه على مستوى الدايره. لازم خلينا نقول هو ليه الناس اتجهت او بعض شبابنا اتجهوا للادمان. لازم نمسك الخيط من الاول عشان نعرف نمشي صح. الهدف ان هم ما عندهمش هدف، اللي هم للاسف شايفين نفسهم ان هم مهمشين، مفيش حاجه، ان الدوله مش عايزاهم، انا عايش ليه. فلازم نعالج الهدف ده، لازم نوريهم ان لا في هدف. صح، لازم. ما انا مش هينفع احطهم في مصحه علاجيه وانهم يتعالجوا وبعد كده هاخدهم واوديهم الشارع تاني. طب انا يبقى هم هو اوريدي مرفوض من المجتمع ومرفوض من البيت والناس خايفه منه وقلقانه منه، فهو عمره ما هيشتغل فهيرجع تاني. بالظبط، نفس الدايره. انا مش هسيبه للشارع. احنا حطينا في الخطه دي ان بعد ما يتم علاجه ان هيكون له الاولويه في التشغيل. طبعا احنا عندنا من ضمن البنود المحطوطه في البرنامج الانتخابي بند البطاله. تمام. فهو هيكون له الاولويه في التشغيل، ولو عايز يكمل دراسته هنساعده على انه يكمل دراسته. مبدئيا العلاج بمبلغ بكوست؟ لا لا لا، العلاج مجانا كمان في سريه تامه، احتراما للخصوصيه. طبعا طبعا خالص، لا خصوصيه، سريه تامه، علاج مجانا. كنت بتقولي لي ان احنا هنساعده يعمل مشروع، ولو احنا المفروض في ناس هتكون بتساعده والمفروض انها تاخد نسبه، احنا مش عايزين حاجه، احنا بس عايزينك تنجح. بالزبط. وهنشرف عليك، احنا مش هنديك المشروع برضو ونروح، احنا هنشرف عليك ونتابعك من وقت للتاني ونشوفك وصلت لايه. ده حقيقي. تمام. في فكره تحت الدراسه ان احنا نعمل زي صندوق اسمه صندوق تشغيل الشباب، ده بالمجهودات الذاتيه. حلو. زي صندوق كده تحيا مصر مثلا، بس طبعا على مستوى المصغر. على مستوى المصغر. الصندوق ده هيتم تمويله، وهدفه الاساسي هي تمويل المشروعات الصغيره للشباب. حلو قوي. اللي هيستفاد من الصندوق ده بالاضافه الى الشباب وخريج الجامعات، الناس اللي هيتم شفائهم من الادمان. اولا لازم نساعده اننا ما نسيبهوش يرجع تاني. لازم، دي حاجه صدقيني احنا لو 10 20 واحد قدرنا نبعدهم عن السكه دي وحطيناهم على الطريق الصح، انا كده نجحت. شفتلك بحترمك. شفتلك. شكرا. انا معاكي صدقيني. طيب كان في نقطه تانية خاصه مهمه جدا بفئه تانية، عارفه انا عاجبني فيكي ايه؟ اتفضلي. انت رايحه للناس او فئات معينه، انت مش باصه على الصالح العام او الحاجات اللي الناس كلها بتتكلم فيها، الصحه والقمامه لا، انت باصه للناس المهمشه، الناس اللي محدش باص لها. بحييكي بجد. هقول لحضرتك على حاجه، في حاجه ضروريه جدا كانت اقتراحي، ان احنا نوفر مندوبين صرافه لاهالينا كبار السن، جدتي وجدي وعمي، الناس اللي على المعاش. الناس دي من حقهم علينا ان احنا بالبلدي كده نريحهم. صح. الناس دي بتروح الشهر بتاع تصرف المعاش بتاعها الشهري، طبعا سواء من البريد او المكان المخصص لصرف المعاش، بيبهدلوا، بيبقى فيه ضغط، بيبقى فيه وقفه، الكلام ده كله، خصوصا في ظرف كورونا، الله اعلم بقى الدنيا الفتره الجايه هتمشي ازاي. فاحنا لازم نبعدهم عن الخط ده. فانا عايزه اقول ان احنا هنوفر مندوبين صرافه هيتم صرف المعاشات عن طريق المنازل. رائع جدا. لازم، ده حقهم عليا انا شخصيا، لاني احنا سواء انا بقت الدكتوره وفاء، ده يعني مين اللي عمل الدكتوره وفاء؟ هي الناس دي. انا نشأت في وسط الناس دي، فحقهم عليا ان انا لما اكبر واكون شيء يبقى انا اريحهم. ده اساسي عندي في من نقطه صرف المعاش المندوبين، ده اساسي. فانا حقيقي لو حققت النقطتين دول بالاضافه طبعا للمستشفى ده اساسي ان شاء الله، انا كده هعتبر نفسي نجحت. طيب انا عجبني برضو حاجه، احنا لما برضو ان شاء الله نوفر لكبار السن مندوب يوصل لهم المعاش بتاعهم، انا برضو كده متهيألي هشغل الشباب. اكيد اكيد، هو تشغيل الشباب احنا ممكن نقول ان البرنامج الانتخابي كله كل بند فيه بيساعد اصلا على تشغيل الشباب. ازاي؟ يعني في مستشفى عندنا في القريه مش شغاله، المستشفى دي لما تشتغل على مستوى كبير هتوفر مساحه كبيره جدا لتشغيل الشباب. عندنا لو احنا وفرنا الفكره بتاعت مندوبين الصرافه احنا برضو وفرنا تشغيل الشباب، يبقى احنا بنتكلم على ارض واقع، ما بنقولهمش نحلم. بالظبط، يعني احنا مش بنقول لهم احنا هنشغلكم وبعد كده احنا بنضحك عليكم، لا هو اصلا لو الحاجات دي تمت على ارض الواقع في مجال لتشغيلهم. فالصور الصور من اكثر الحاجات اللي كانت لافته نظري، الصور فيها اولا حميميه مع الناس. هو انت بتنزلي بنفسك؟ اكيد طبعا اكيد طبعا، اصل انا مش مترشحه عشان اروح اقعد في مكتب، ما انا لازم انزل واسمع ولازم اشوف الناس بتتكلم في ايه، امال انا هحقق الاهداف دي ازاي؟ انت بتسمعي من كل واحد، عشان كده جالك فكره كبار السن وجالك الفكره بالزبط دي بالظبط. انت لو واخده الموضوع من بره مش هتركزي في التفاصيل دي. انا قلت لك انا مش حاطه برنامج انتخابي وهمي، برنامج انتخابي متعلق بالشارع، امر واقعي هيتنفذ وبسيط. وقلت ان الدوله هتعوق حاجه زي كده، هننرر الالف يا جماعه، عايزين نفكر الحاجات البسيطه دي. ايه الاعاقه في بالنسبه للدوله انها تتم على ارض الواقع؟ ولا اي حاجه ولا اي حاجه. صور حلوة، صور حلوة جدا، وانت بتتعاملي وجنب الناس وماشي. طبعا الطرق للاسف سيئه جدا، دي اكيد من الحاجات اللي احنا ان شاء الله هنتكلم فيها. اكيد مرشحه الغلابه، تمام. الهاشتاج على فكره الهاشتاج ده جه تلقائي جدا، مش مرتب له تماما. عايزه اقول لك احنا اول ما حطيناه يعني على الصفحه قلنا ان احنا معانا دكتوره وفاء شعبان مرشحه الغلابه، ناس كتير جدا دخلت على الهاشتاج ده ولقوا كميه بوستات مش طبيعيه. ده حقيقي. مين اللي اداهولك بقى؟ مين اللي قالهولك ده؟ لا هي الفكره جات بالصدفه شديده جدا، لما قعدنا اتناقشنا في البرنامج الانتخابي والدنيا هتمشي ازاي، لقوني دايما بتكلم عن الناس، عايزين نعمل للناس، عايزين نعمل للناس البسيطه، عايزين نعمل لهم حاجه يستحقوها. لما لقوني دايما بتكلم عن الناس البسيطه الناس البسيطه، قال لي ده انت كده بقيتي اسمك مرشحه الغلابه. فانا اتفاجئت ان الموضوع ده اخد منحنى جد جدا، كلمه اتقالت وخلاص ما تخيلتيش. فكره من اجل الغلابه ترشحت، دي حاجه مهمه جدا، تمام. فاكيد انا انبسطت قوي قوي بالهاشتاج ده، هاشتاج اتمنى ان اكون فعلا قده، اتمنى فعلا ان انا اقدر اعمل للناس دي حاجه حقيقي. يا رب يا رب ان شاء الله. كان في برضو من الحاجات اللي كنا بنتكلم فيها التعليم، المدارس، في تكدس هائل في المدارس للاسف، وخصوصا طبعا المدرسه الابتدائيه، لان طبعا هي بتبقى المرحله الاولى لاقبال الطلبه عليها، ممكن ما يكملش بعد كده بس المهم يدخل ابتدائي. لا لازم نوفر اماكن لان احنا نوسع الدايره دي، ما ينفعش يبقى كل الطلبه دولت في المدارس او في الفصل ده مكتملين بيوصلوا تقريبا ل 100 طالب او حاجه زي كده. ده حقيقي، ده وفي وضع الكورونا اللي احنا فيه. طب والاستيعاب طبعا، احنا عايزين نطلع جيل فعلا، جيل يكون على قد المستوى اللي الدوله عايزاه. طب ازاي هطلع جيل بالمستوى ده والتكدس ده موجود؟ فانا من ضمن البرنامج الانتخابي ان انا لازم نوفر اماكن عشان خاطر نوفر قدره الطالب على انه يستوعب، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. ده انت هتعملي ده، كنت بتقولي لي هنروح تقريبا نشوف اماكن المتوفره او حاجه زي كده. طبعا المدارس دي بتبني على الاراضي التابعه للدوله، ففي خطه فعلا لدراسه الاراضي المتوفره داخل الدائره، بحيث ان احنا نقوم ببناء المدارس دي داخل الدوله لو بقى متاح حاجه زي كده. طبعا الموضوع ده تحت الدراسه، فاكيد طبعا ان شاء الله احنا بنسعى لحاجه زي كده، واكيد لازم تتحقق ان شاء الله. ان شاء الله. معانا مكالمه، بصي في ناس على الهوا من ساعه ما ابتدينا الحلقه مش الفقره ومصممين يدخلوا، تمام. فما فيش اي مشكله طبعا هندخله. معانا استاذ مين؟ استاذ احمد السيد عريني من أسيم الجيزه. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك؟ منورنا، دعمنا وتأييدنا لاختنا الحبيبه الدكتوره وفاء شعبان ابو عطوان، وان ربنا سبحانه وتعالى يكلل جهودها امين يا رب. ويتم لها هذا الموضوع على خير باذن الله، ويوفقها لما فيه رضاه. امين يا رب، امين. وهي بنت اصول ولها اصل عريق، رحمه الله على جدها الشيخ سلام ابو عطوان، ولها اب راجل محترم، وهي متفوقه بفضل الله تبارك وتعالى، وحاصله على ماجستير في القانون وباحثه الدكتوراه في القانون ايضا، وهي اهل انها تكون من اصحاب التشريع باذن الله تعالى. امين يا رب. واثق فيها، واثق فيها. دايما عندنا كده اصل دي بنوته وهتنزل، نعم. تعمل ايه؟ واثق فيها، دي بنوته واصل هتنزل. شرعنا الحنيف لم يفرق بين الذكر والانثى، حقيقي حقيقي، كل له عطاء في مجاله، حقيقي. انت واثق فيها، متاكد ان هي تعمل. انا اللي انا عارفاه ان هي كمان ليها باع قبل كده، يعني هي اي حد بيقصدها في حاجه هي ما بتترددش ان هي تساعده من قبل ما تكون مرشحه حتى، هي معروفه بهذا، هي واهلها يعني. تتمنى ايه لدكتوره وفاء؟ اتمنى لها كل التوفيق والنجاح يا رب. هتنزل تنتخب طبعا ان شاء الله، وان تنال رضا الله سبحانه وتعالى اولا، ثم رضا الدائره ان شاء الله اللي هي ترشحت من اجلها يا رب، يا رب باذن الله تعالى. هتنزل تنتخب ان شاء الله، والمدام والولاد كل الناس اللي حواليك هتشجعهم ان هم ينزلوا ينتخبوا باذن الله. كلنا ليها باذن الله، باختنا الغاليه باذن الله ان شاء الله. نورتنا ومبسوطين طبعا انك كنت معانا على الهوا، وان شاء الله تبقى معانا المره الجايه لما تنجح في الانتخابات وتكون بدات تحقق الاحلام بتاعتها، وتقول لنا بقى ايه اللي بيحصل، وانتوا كمان بتساعدوها ازاي كاهل الدايره، بتساندوها ازاي. طيب طريقه الانتخاب، انا كحد بسيط خالص خالص كده ازاي انتخب؟ طيب الانتخاب في مصر عموما بيتم على مرحلتين. المرحله تمام. الاولى اللي هم المصريين خارج في الخارج، دي ان شاء الله هيبقى يوم 21 22 23 تقريبا، هيبقى موافق الاربع الخميس الجمعه، بعد كده 24 و25 10 تمام. ده هيبقى من 9 صباحا ان شاء الله 9 مساء، دي خلال الفتره دي. كمان الانتخاب هيكون عن طريق ان انا بعلم على القايمه، وثلاثه مرشحين. لازم ثلاثه طبعا. هو اي واحد هيدلي بصوته له حق ان هو يختار ثلاثه. يعني لما انا مثلا دكتوره وفاء رمز الفراشه، انت رمز الفراشه، رمز الفراشه حلو قوي على فكره رمزك شبهك قوي. هو ممكن يدي ثلاثه، انا مثلا واي اتنين تانيين طبعا لو هو بيدعمني. طب لو انا عايزه ادي واحد، لا هيبقى الصوت باطل. واحد أربعة عشرة، هو ثلاثه عشان الصوت يبقى صحيح لازم ثلاثه. ففي خانه بتبقى جنب الاسم، الخانه دي لازم علامه الصح تبقى جواها، لان لو صح دي بره الخانه حتى لو جنب الاسم برضو الصوت باطل. يعني انا لازم بحط جوه المربع الحاجات الاساسيه اللي احنا هنأكد عليها، لازم يبقوا ثلاثه بالظبط، ثلاثه. طيب الرمز ده عشان لو حد مش بيعرف يقرا كويس، هو الرمز طبعا هو متوفر تسهيلا على الناس. في ناس مثلا ممكن ما تعرفش تجيب الاسم او الكلام ده كله من اهالينا، فبنوفر بالرمز او بالرقم، ان هو لو مش هيعرف يجيب الاسم ممكن بالرمز. تمام اوكي. فاصل سريع ونرجع لكم تاني، اوعوا تروحوا في اي حته. ورجعنا لكم تاني مع دكتورة وفاء شعبان، صديقتي ومرشحة مجلس النواب، اللي ان شاء الله تكون معانا تاني على الكرسي ده، بس وهي عاملة الانجازات اللي بتحلم بيها بإذن الله. نفسك تقولي ايه لأهل دايرتك؟ لأهل دايرتي انهم ينزلوا، لازم ينزلوا. هم لو عايزين فعلا الدنيا تتغير، عايزين فعلا ان الدايرة تكون في الأحسن، وان الدايره يتم يعني عمل الخدمات اللي فعلا تستحقها، لازم ينزلوا، لازم يدلوا بصوتهم. مش لازم لوفاء، لاي حد هم شايفينه مناسب. اختاروا الحد اللي سمعته طيبه، اختاروا الحد اللي عقليته فعلا هتفكر، اللي عنده فكره، اللي مؤمن بيه. اختار اللي مؤمنه بيه، اختار اللي مؤمن بيه، اختار الثلاثه اللي انت عاوزهم، بس انزل، لازم تدي دورك. احنا عايزين خدمات على ارض الواقع، الخدمه دي هتوصل لك. طب انت عملت ايه مقابل الخدمه دي؟ المقابل ده ان انت تنزل تختار، ده في حد ذاته دور ايجابي، عشان حتى يبقى انت يعني اخليت ذمتك قدام ربنا سبحانه وتعالى، انا عملت ده لازم ينزل. سواء وفاء او لغيرها، اي حد بس ينزل يختار صح. حقيقي كل الناس أرجوكم انزلوا، لو اخترتوا المرة دي غلط إن شاء الله المرة الجاية تختاروا الصح. اتعلمنا إن المرشح ده كان بيقول أي كلام، إن شاء الله ده يكون بيحقق على أرض الواقع. تحبي تشكري مين؟ أنا لو هشكر مين هشكر ناس كتير جدا. أهلي اللي صندوني وقفوا جنبي حقيقي، مؤمنين بيا جدا، عارفين إن أنا فعلا حد كفء، وعارفين إن أنا فعلا حد هقدر أعمل حاجة. قبل الهوا كنت بقول لك كده فعلا، انا بجد انا اللي بشكرهم. الناس دي ناس محترمه وناس ولاد اصول، فاهمين يعني ايه بنتهم وبيساندوها وبيدعموها. انتوا مش متخيلين كم الدعم بجد اللي بيدوه لها حقيقي. الحمد لله. ناس في الشارع، انا ما بنزل الشارع بحس بامل، بحس ان الناس مبسوطه، بحس ان لا في حاجه جديده، في امل، في حاجه فعلا ممكن تتغير. ده في حد ذاته بيديلي دفعه، والمسؤوليه كمان، مش بس دفعه، كمان مسؤوليه ان انا ان شاء الله خلال الفتره الجايه ان انا اكون قد المسؤوليه دي، ان انا فعلا اقول لهم انتوا كان عندكم حق ان انتوا وثقتوا فيا، لازم اعمل كده. انا اللي بشكرك وبشكر اهلك اللي خلوكي تبقي كده وخلوكي تبقي الشخصيه دي، ويا رب كل الناس تعرف تربي ولادها زيك بجد والله. واتمنى في يوم من الايام اشوف بنتي زيك يا وفاء. اكيد طبعا حقيقي. اكيد بتمنى لك النجاح، وان شاء الله المره الجايه باذن الله تكوني قاعده على الكرسي ده وانتي في مجلس النواب، وبتكوني بتحققي الاحلام على ارض الواقع، ويكون عندي كمان حسن ظن الناس بيا ان شاء الله. امين ان شاء الله. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. كانت معاكم كرستينا جمال في حكايه نجاح.